السلام عليكم. الجيش الإيراني يتسلم العشرات من الصواريخ المجنحة البحرية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تسلم الجيش والحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ البحرية المجنحة من نوع أبو مهدي، المزودة برأس ذو توجيه ناشط بالرادارات ويطلق بواسطة الغواصات والبوارج البحرية. وقال قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنغسيري إن صاروخ أبو مهدي يساعدنا في تحديد الأهداف بدقة وضرب العدو بعمق، كما يجبر العدو على الابتعاد على شواطئنا، مبينا أنه يمكننا إطلاق صاروخ أبو مهدي من الأعماق، وهذا الصاروخ ناجح في مواجهة الحرب الإلكترونية للعدو. وأفاد بأنه يمكن تركيب هذا الصاروخ على السفن وإطلاقه من المنصات الساحلية، ويمكن له أن يتبع عدة أهداف وأن يهاجم من الخلف، واضحا أن سقف الطيران هذا الصاروخ منخفض جدا ومداه عالي للغاية، مما يجعله من الصعب اعتراضه. وأضاف إذا دخلت سفينة إلى عمق 1000 كيلومتر وأطلقت صواريخ أبو مهدي بمدى 1000 كيلومتر، يجبر العدو أو حاملة الطائرات على التراجع بمدى 1000 كيلومتر أخرى. وفي هذه الحالة لن تعمل طائرات حاملة الطائرات هذه. ومن هذا المنطق يعد هذا الصاروخ من بين الصواريخ التي تم فرض عقوبات عليها. ويعد هذا الصاروخ أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي في البرامج المتعلقة بتصميمه ومسار الطيران الصاروخي في نظام القيادة والتحكم، ولديه القدرة على المرور عبر العوائق الطبيعية والاصطناعية وموقع الدفاع عن طريق المرور عبر نقاط المنتصف والهجمات، ويصطدم بالهدف من اتجاهات مختلفة. كما يتمتع هذا الصاروخ بميزة إطلاق مهمة، فالمدى العالي له هو استخدام أنظمة ملاحية متطورة تجعل من الممكن إطلاق النار من عمق أكبر في البلاد أو في النماذج الساحلية. صاروخ أبو مهدي هو أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى في إيران يستخدم تقنية باحث الرادار المزدوجة، والذي يزيد من تخفي الصاروخ عند اقترابه من الهدف. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.